تخيل عندك فنان موسيقي من جيل الطيبين يعزف على 15 آلة موسيقية، دارس على يد الفنان عباد الجوهر، وسرعة عزفه قطع أوتار 35 عود. لما يدخل سوق الطرب الكل يدق له تحية، بس طلبنا منه يسوي قهوة عربية. عادي، جيب له قهوة نسكافيه عربيانا، حط وصب وحرك واشرب. قهوة نسكافيه عربيانا، قهوة سريعة التحضير. تقهوى يا بطل.